الاستعدادات على أتمها وطموح زايد على بعد ساعات من بدء رحلة الحلم العربي. ينطلق ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي بمهمة طموح زايد المهمة الثانية صباح الخميس ضمن طاقم سبيس إكس كرو 6 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستضع الإمارات في الترتيب 11 عالميا والأولى عربيا كدولة تشارك في مهمة طويلة المدى تصل لستة أشهر. في إنجاز عربي جديد، كان أعلن الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي اختيار الإماراتي سلطان النيادي للمشاركة في مهمة طويلة على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وسبيس إكس كرو 6 التي ستنطلق في ربيع عام 2023. النيادي رأى أن بعده عن عائلته لمدة ستة أشهر هو التحدي الأكبر له. شخصيا أهم أو ربما أصعب جزء لي هو البعد عن الأهل لمدة ستة أشهر. في إمكاني التواصل معهم مع أفراد العائلة سواء عن طريق الهاتف والفيديو أو حتى البريد الإلكتروني، ولكن فترة ستة أشهر فترة طويلة. أتمنى إن شاء الله نقضيها مع وجود تواصل مع العائلة اللي إن شاء الله نرجع لهم بكل شغف بكل حب ونشارككم التجربة اللي أخذناها في الفضاء. وكالة استكشاف الفضاء الشهيرة سبيس إكس مع مالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تستعد لإرسال طاقم رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وكان من المقرر أن ينطلق الفريق من قاعدة في مركز كندي للفضاء على متن المركبة الفضائية سبيس إكس دراجون إنديفر التي يحملها الصاروخ فالكون 9 ضمن البعثة 69 التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية يوم الاثنين، إلا أنها تأجلت إلى الخميس لأسباب تقنية. سلطان براشد، أنت من أكثر الناس اللي شفنا فيهم حب للعمل وشغف وطموح، وأنا متأكد أن هذه الصفات هي بتكون محرك أساسي لك في محطة الفضاء الدولية. الله يحفظك يا سلطاني ويسر لك أمورك، والله يوفقك في مهمتك، الشعب كله فخور فيك. رائد الفضاء سلطان النيادي، تحمل وياك آمالنا وتطلعاتنا لمستقبل المشرق. نتمنى لك رحلة آمنة ومهمة ناجحة. سيخوض الرائد الإماراتي النيادي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب إلى محطة الفضاء الدولية لينفذ 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف التوصل لنتائج علمية مهمة، وذلك بالتعاون مع وكالة ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، وكالة الفضاء الكندية، المركز الوطني لدراسات الفضاء في فرنسا، وكالة استكشاف الفضاء اليابانية. أما التجارب فستشمل مجموعة من المجالات أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، اختبار وتجربة التقنيات، علم ما فوق الجينات، ودراسة النوم والإشعاعات. طوني منصور، قناة الجديد.